مرمى الترجي هندور بيلعب على الارض المره دي لحسين عبد اللطيف وبيعمل اللفه بتاعته هوبا يا راجل هاردلك هوبا اسمعي هوبا وبيلعب الكره لفه عاليه وخالد الغندور وشكري الوعر يخص شكري الوعر ياخد الكره لخالد الغندور اللي بيلعبها بكعب رجله ورا لمحمد صبري هوبا يا ولد يا ولد يا ولد يا صبري شيطه حلوه قوي قوي في البعيده هنشوفها تاني ايه قنبله وشكر الواعر معاه بيطلعها كورنر فرصه كبيره قوي قوي للزمالك لكن لعبها حلوه قوي كره اماميه وهوبا صبري في شكر الواعر وهوبا هوبا اسماعيل يا جول مش ممكن ويلعبها عاليه وشكر الواعر بالهيد على طول لمالك ضربه الركنيه والدوره الاوت اتلعبت الكره بره عاليه وشكر الواعر كان فاول بديها الحكم وتلعبت الكرة عالية طرزي دي توسين كون من علي بن ناجي كذلك دانيال خوزي خالد بدر سالو تاجو ويا شكر الوعر هاي لما شكر الوعر شكر الوعر بالخبرة كبيرة وتجربة كبيرة يتمكن باش يخرج كرة سالو تاجو اللي كانت ماشية للشباك شوفوا العملية اذا الركنية الرابعة النادي الافريقي في المرتبة الأولى برصيد 54 نقطة فريق النادي الافريقي يلعب 20 مقابلة فاز في 17 مباراة وتعادل في 3 وترجع معاكسة ما تمش تسلل وشكر الواعر يشير لمراقب الخط تعلي حسام حاج علي يرفع كورة وشكر الواعر شكر الواعر ترجع عادل سليمي سليمي يوزع طويلة ويخرج شكر الواعر يمد كورة ترابلسي يرفع كورة تمشي العادل السليمي يروض الكورة بتاعه وحركة رياضية ما هو حمد We'll be right back.